اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، تحياتي من المنبر. خوتي الاعزاز نشكركم على اللايكات ديالكم والاشتراكات. خوتي الاعزاز كننساوناش اللايكات والاشتراكات، وحشنا لكم خوتي الاعزاز، كنتوحشنا الناس الطيبين وليتو بحال عائله. خوتي الاعزاز اللي كيتبعونا زوينين، عقليه نقيه، شخصيه قويه. خوتي الاعزاز وكنشكر الاخوان ديالنا كاملين اللي دوزنا مع بعضنا واحد مسيرة زوينة محترمة. خوتي الاعزاز غادي نهضرو على عالي وصال، على هاد الشيء اللي وقع، وعلى الأخت بشرى الله يشافيها مسكينة بهذا المنبر. والله حنا بغينا الخير للجميع. خوتي الاعزاز غنهضرو على واحد الحاجة، على واحد السوية جماعية اللي غايديروها في اسبانيا. كنفرحوا لهاد الشباب بشكل اللي وزو واحد المدة طويلة ما عندوش رقاش وهادي، ودابا كنشوف يعني واحد المبادرة مع هاد يعني الناس ديال يعني هاد المهاجر، يعني الناس اللي كيدافعوا على المهاجر. يعني واش حنا دائما كيبقاو فينا هاد الشباب؟ علاش الامهات ديالهم ساكن في المغرب كيتكرفسوا كيبكيو كيليموس ما كيشوفوهاش؟ يعني صعيب هاد الهجره يحس بها غير المهاجر. خوتي الاعزاز وكنقولوا تحيه لهاد الامهات اللي في المغرب، يعني عندهم ساكن اول مده طويله، ودابا جاب واحد شويه جماعيه يعني لجميع الشباب من دون قيود وشروط. يعني هذا اللي مهم بزاف، كلشي غادي يدير الوريقات ديالو. خوتي الاعزاز علاش حنا كندافعوا على الشباب المغاربه في اوروبا، في العالم، في المغرب، يعني على نساء ورجال الاطفال اللي كيبقاو مشدين تما البرد وكينعسوا. يعني كنفرحوا للامهات، من هذه الامهات ديالهم العائله ديالهم في المغرب، يعني واحد التزويه يعني اللي سرحب بها، يعني اللي كد الميليشيا ديال الهجرة. يعني هنا خوتي الاعزاز غادي يكون واحد المفاجأة للوالدين ديال هاد الناس اللي دوزو مدة طويلة مساكن ما عندهمش الأوراق. يعني دابا غادي سهل عليهم الله سبحانه وعلى الناس اللي كيتعشوا. يعني حنا يعني دائما كنفكروا في هاد الناس هذا، كنشوفوهم كينعسوا برا، شحال مرة كيموتوا برد مساكن، اللي عنده عائلة كاين اللي ما عندوش، غادي دار الوريقات ديالو، يعني التسمية ديالو غادي يولي يخدم، غادي يجي يشوف الوالدين ديالو. خوتي الاعزاز وداكشي كنهنيو يعني الأمهات ديال المغرب وديال المهاجر كامل. الإنسان اللي ما عندوش وريقات إن شاء الله دابا عطاو يعني الضوء خضر، يعني أي يكون يعني الخير على هاد الناس هادو مساكن لي كيعيشو برا، ما عندهمش عائلة، كيتكرفسو. أنت خدام ولا جالس ولا ناعم، ولكن الوالدين ديالو الله يحسن العوان كتبرقو 7 سنين 10 سنين ما شفتش الوالدين ديالو، راه شي قاسع. خوتي الاعزاز خوتي الاعزاز نخلصو الموضوع، غادي نهضرو على عدو الوصال، على هاد المشاكل اللي كاينة. وحنا كنقولو يعني لهاد الناس هادو الله يهديهم، وما كرهناش يعني يكون واحد المصالحة، وعلاش يعني تا هاد حمو ما بغينا له لا يمشي لا يلعب، ولا يعني تا هو يعني ماشي في الرجل. والله يهدي هاد الناس، يعني كنشوف يعني هذاك الإنسان تا هو يعني ما يستاهلش الحبس، يعني الوليدات الصغار وهادي. خوتي الاعزاز وكنهضرو حنا على عالم وصال، يعني راهم صبروا حتى من القياس. يعني ما نقولوش يعني دابا يعني ظلموا، ولكن كيبقى ماشي في واحد الطريق طريق طريق طريق، واحد الانسان واحد النهار غادي يعني يلتجأ للقانون. وراك شوف القانون، راه البلاد فيها دولة حق الهد وقد عبد الله. انت مشيت للغابة، عقلت هادو انسان ما متقاش ما قاريش، وغادي تعمل واحد الانسان كيتما بقانون يقدر يعني يجيب الحق ديالو بواحد الطريقة ساهلة. يعني ماشي حنا في الغابة ولا في يعني راه دولة حق كيوقعوا حاجات يعني ملي ما كيكونش مثلا انسان ما واعيش بالقانون، ما كيعرفش القانون. مثلا احنا دابا خدمنا في القانون على برا، كنعرفوا شنو خدمنا في المحاكم، خدمنا مع هاد المهاجرين دابا اللي فرج عليهم الله سبحانه، شدوهم الاوراق والاوراق شحال من مره تطلق 8 ديال الدراري يعني في الحدود ديال فرنسا، يعني مشيت معاهم المحكمة تعاونت معاهم، علاش تلقتهم؟ يعني انت كما دايرين والو، جبرك تخدموا بلا الورق. هذا هو المشكل اللي عند هذا المهاجر، يعني مسكين كيمشي يخلق له غادي يدخل غادي. خوتي الاعزاز حنا كنوعيو الشباب، يعني الانسان ما يديرش داك الشيء، الهجره صعيبه بزاف
وخطيره. اذا كيسك الفاس كيلي وصبحاتي انسان يعني كتشوف دابا الناس بزاف اللي مشاو تكرسوا كنفرحوا لهم يعني علاش بهاد التسويه الجماعيه. وكنهنيو الوالدين ديالو حيت علاش كنهضروا على عالم صار يعني صبروا مده طويله على هاد الناس هادو. يعني الصراحه الصبر راه ماشي ساهل. الصبر نتا حتى انسان يوصل لك شي حوايج. و سي العزاز كنقولوا البشرى مثلا هنيه عليكم كتفينا والله. يعني الانسان المراه المغربيه كامله كانت ويصال كانت بشرى كانت ميريكان لاي امراه مغربيه كتسمعوا ليها شي اخبار كتبقى فينا والله. يعني ماشي من القلب علاش ديالنا مغربيه وحنا مربيين في اوروبا هاي ديالنا وكنعرفوا شنو الام المغربيه وشنو المراه المغربيه العظيمه. المراه المغربيه كنز كنز من كنوز اللي ما يعرفش العالم ولا يهدر على المراه المغربيه. وحنا ما خصناش هاد المراه يعني نضغطوا عليها ولا نفرطوا في اي امراه مغربيه. إذا خصو يوقف معاها مرا مغربية صبارة مرا مغربية يعني مستوى ديالها عالي واخا مقرياش يعني عندها علوم في الطبخ في يعني في التربية في الوقوف مع الراجل يعني الصبر عليك واحد الشيء ما يتصورش. أخوتي العزاز اللي ما يعرفش المرأة المغربية راه الناس كيغيروا من بعض الناس يقول لك لا هو المرأة المغربية ولا المرأة المغربية مرأة مغربية طيبة مرأة مغربية في المستوى مرأة مغربية هي الأم ديالنا هي خصنا يعني علاش بالراية المغرب في العالم. ها الكسكس ها الرياضة ها الكويرية ها يعني ها الأم المغربية العظيمة ولا المرأة المغربية. تحياتي المرأة المغربية كاملة وحنا كنا المرأة المغربية ودائما كيبقاو فينا الناس اللي كنعرفوهم كيبقاو بحال بابا بشرى مثلا. غنوصل انت عند واحد الحاجة يعني خطيرة جب ناس تبارك الله تربية عالية أحسن تربية ثقافة الناس ديال الخير الناس كلها تهضر على هاد بشرى مرأة طيبة تا وصلوا عالي تا هما ماشي الناس ديال وحتى الناس الاخرين الله يهديهم تا هما ماشي الناس يعني دابا كيدخل يوقع مشاكل الشيطان كيدخل بين الاسرات وكيوقعوا يعني فتن وفتن. كلشي العزاز الله يهدي الفتن والله يصلح بين هاد العائله بين علي وصال وبين هاد العائله ديالهم. ونطلب الله تكون شي مصالحه شامله ما نشوفوش يا امراه طايحه ها الكوشه مسكينه وصلوها. خوتي العزاز شحال واحد كيمشي بدون علم بدون فهمت قص كيعمل كيدير بزاف د الحوايج اللي يقدروا يوصلوا بنادم. وانت واحد موت هاد مثلا هاد البشره وقع على مسكين على اليد ديالك انت وضرب واحد اللي ربحتي غادي تموت غنمشي للاخر. يعني الانسان خصو دائما خوتي العزاز باش كتبقى فينا المراه المغربيه كتشوفوا ديك البشره كيفاش ملي كتنزل للطبخ يعني واحد المراه اصيله واحد المراه بحال يعني وصال بحال بشره حتى يعني نظر الطرف الاخر يعني حتى هي عاون يعني كدير داك الشيء ديال منطقه جبليه كنهنيو الناس الطرف الاخر حتى هما كل واحد عنده المحتوى ديالو. المراه المغربيه كامله اللي دارت البيصل دارت السعود الانسان ما خصوش يورث يعني على احترام المراه المغربيه الصراحه. راه وصال ولا بشرى ولا الميكان ولا اي امراه مغربيه احسن وكيبقى الاعتقاد يعني هنا خصو انسان عندك قناه ضروري خصك انت ماشي الناس يكرهوك ولا كينتقدوك كيطلعوك ملي ما انتقدوكش الناس وخلاوك راه حتى ما غادي ما غاطلعش. يعني الانسان الانتقاد راه فيه يعني كينتقد فيديو ينتقد ماشي داك الشيء تسمى الانتقاد كيكون يعني جا في هذا اليوتيوب. يعني انت دير حاجه الناس اما يعلقوا عليك كاين اللي يبغوا كاين اللي ضدك ولكن انت هذا الانتقاد كان ضدك غادي تربح موراه وغادي يطلعك كان يعني او مزيان ديالك حتى هو كيطلع كلشي كيطلع كلشي كيهبط. خوتي العزاز ما نطولش عليكم تحياتي كنهنيو بشرى يعني شفنا الصور ديالها نعملو تحيه لسمير بربوحه اللي يعني ظهر بشرى يعني الناس كانوا مقلوعين عليها الناس بكاو عليها وبقاو يعني اي امراه مغربيه كتبقى هنا بشرى يعني الوجه ديالها ماشي الناس يعني في الناس يعني امراه عندها السكر انا الام ديالي زعما مسكينه هي عندها السكر كتنفاعل ولكن الداخل ديالها طيبه كتعمل الخير كذا كتشوف بشرى مسكينه حتى هي
راه طيبه. الناس اللي كيعرفوا البشره يعني كيقولوا مراه طيبه شتي يعني ويكسوهم في وجهه. مسكينه عندها السكر الضغط، الانسان نحسو حاول على يعني الناس اللي واحد المراه يعني قالت لها هذا الميدان ديال يعني وهي مراه طيبه الصراحه. وانا شو بغيتها نهار اللي شفتها يعني بحال الام ديالي، مراه تبارك الله مغربيه اصيله يعني. علاش كاين هذا المحبوب من عند الله كيكون مرض الوالدين؟ والله يعني انا شفتها بشرى ما كنعرف مسكينه ما والو على اليوتيوب ويعني وكل سبحان الله كيفاش يعني زعما شكرتها وبغيتها من عند الله سبحانه عز وجل. هادشي مرض الوالدين الناس كلها تبغي، ولا اختصام مع الوالدين راه صعيبه. خوتي الاعزاز تحياتي من هذا المنبر وكنهنيو علي وصال والاخت بشرى كنقولوا هنيه عليك الله يشافيك والناس كلها كتبغيك والناس الاخرين الله يهديهم والله يهديكم. حنا مغاربه القلب الكبير واخا كنتخاصموا واخا يعني كيبقاو كنبقاو مغاربه عمري خصنا شويه ديال الرحمه بين يعني بيناتنا. وشكرا تحياتي بهذا المنبر، شكرا شكرا خويا عزاز. ما تنساوناش باللايكات، اللايك اللايكات ديالكم زوينين، انتم ناس طيبين اللي كتزربوا والله ما نعرف يعني كتشوف لايكات قلالين ودائما كنطلبكم من قلبي كنشكركم بدار اللايك. الله ينورو دينو لله وشكرا شكرا تحياتي بهذا المنبر.